تواصل العيادات الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والتابعة للبعثة الطبية المصرية عملها على مدار الساعة، وقد بلغ عدد الحجاج الذين استقبلتهم العيادات حتى الآن 24500 حاج. مع تزامن وصول الحجاج المصريين إلى المدينة المنورة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أدائهم المناسك وقبيل المغادرة لأرض الوطن، تحولت عيادات البعثة الطبية بالمدينة المنورة إلى خلية نحل لاستقبال ضيوف الرحمن بتقديم الخدمات العلاجية على مدار الساعة. المدينة في ثلاث عيادات، في عيادتين فيهم خلاص يعني كان آخر يوم ليهم العمل امبارح، النهاردة في عيادة شغالة، العيادة بتشتغل على مدار 24 ساعة، العيادة دي في وسط الفندق اللي فيه الحجاج، بالإضافة إن هنا الفنادق اللي حوالين هذا الفندق هو كمان اللي نازل فيه بقية الحجاج المصريين، فطبعا في بيعملوا قوافل إن هم بيطلعوا من العيادة هنا، الأطباء اللي هنا بيروحوا الفنادق المجاورة اللي فيها حجاج مصريين. عملنا فرق مرور على المستشفيات والمراكز الطبية الموجودة لمتابعة حالات الطوارئ المحولة سواء من العيادات الخاصة بالبعثة الطبية المصرية أو الحالات اللي بتم تحويلها مباشرة من للمستشفيات. احنا بدأنا نعمل قافلة علاجية في الفنادق وفي أماكن تجمع الحجاج لتقديم بعض الخدمات الطبية. كما حرصت البعثة الطبية على تقديم التوعية والبرامج الإرشادية لضيوف الرحمن بكيفية الوقاية من الأمراض المزمنة وبخاصة فيروس كورونا. كان معانا 7.5 طن أدوية ومستلزمات. المدينة كان لها طبعا جزء كبير من الخدمات اللي قدمت للحجاج. كان معانا جميع الأدوية للأمراض المزمنة والغير مزمنة. كنا بنوصل للحجاج لحد الفنادق بتاعتهم ونعمل قوافل علاجية ليهم. عندنا ندوات تثقيفية هنا بالوعي الصحي والوعي الوقائي في المدينة، وقدمنا تقريبا ندوات ل4500 حاج مصري وغير الجنسيات، برضو قدمنا لهم الدعم التثقيفي التثقيف الصحي عن جميع الأمراض المعدية والغير معدية. معظم الحالات المترددة على العيادات الطبية تعاني من نزلات برد وإجهاد نتيجة لما بذلوه من جهد خلال الرحلة المقدسة. أغلب الأحوال كانت احتقان بالحال، نزلات برد، إسهال، لكن في حالات نادره احتاجت لتحويل الحاجات، ناس عندهم ضغط او سكر، الحالات اللي هي الكبار السن، فاحنا بنقدر بنساعدهم. الخدمات العلاجيه والوقائيه قدمت للحجاج المصريين وغير المصريين والتي لاقت قبولا واستحسانا لدى ضيوف الرحمن. بينبهوا في كل الصلوات ان هم شغالين 24 ساعه وتحت امر الحجيج، ودي حقيقه فعلا، يعني احنا بنشكرهم وبنشكر طبعا جمهوريه مصر والبعثه الطبيه كلها. وهنا لما رجلي تعبت دكتور العظام ما شاء الله يعني قام بالوجه وعمل له كل حاجه الحمد لله. يعني البعثه المصريه قامت بمجهود يعني لا تفرق بين الجنسيات، وهذا عمل تحفه عليه، شكرا. بصراحه البعثه الطبيه كانت قايمه بواجبها وما فيش حد، ما فيش اي تقصير يعني، الحمد لله. والحمد لله كل الادويه اللي احتاجناها لاي ظروف حتى الأمراض المزمنة والحاجات دي كانت موجودة ومتوفرة وما فيش أي مشكلة يعني. بصراحة أنا شفت منهم تعاون، بس مش لمصر بس، مش للجالية المصرية بس، لا كانوا حتى بعض الجاليات التانية زي الجاليات المغربية واللبنانية وباقي الدول، حتى الباكستانيين دايما أنا شفت ثقة في الدكتور المصري، وده خلاني إن أنا أفتخر، أنا لاحظتها بنفسي في الدكاترة المصريين. عملوا أعضاء البعثة الطبية على مدار الساعة حتى اليوم لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن أينما كانوا، جهد محمود انعكس بشكل إيجابي في توفير الأجواء الروحانية للحجيج بما يؤكد أنهم كانوا عند مستوى الحدث. نسأل الله القبول. من المدينة المنورة، محمد حلمي، التلفزيون المصري.